إنا لله وإنا إليه راجعون. توفيت منذ قليل حبيبة شماع والمعروفة إعلامياً بفتاة الشروق بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من السيارة بعد خوفها من محاولة خطف، وكان قرر قاضي المعارضات بمحاكمة الجنح تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع 15 يوم على ذمة التحقيقات، واللي كشفت إن الفتاة كانت بتعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفاً من خطفها على يد السائق بعد ما قام برش بعض البرفيوم داخل السيارة أثناء قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، الشيء اللي بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة. النيابة العامة قررت إجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم واللي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات، ولكن محامي المتهم كشف إن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة لكنها هي من عانت من حالة رعب غير حقيقي، وإن المتهم بيعمل منذ سنوات في شركة أوبر دون أي شكاوى منه. الفتاة المتوفاة بتدعى حبيبة الشماع بتبلغ حالياً من العمر 24 سنة، خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، بتعمل في مجال الأثاث والديكور. أما السائق المتهم حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية، وإلى الآن تتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.